السلام عليكم ورحمة الله، رحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة، وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي. عندنا اليوم موضوع الكولوكيشن. أتمنى تشتركون بالقناة وتشاركون هذه الفيديوهات. الكولوكيشن هي طبعا احنا عندنا لها تعريف مهم، تعريفها هذا، أنا هذا تعريفين يعني ما يحتاج أقول لك إياها. علم اللغة المادي والمتراصفات أو المتتابعات، يعني تجي وحدة مع شيء. تعرفين ذني مهمات لازم تحفظها زين، يعني ما اطول عليكم ان شاء الله، بس حتى اوضح لك الكولوكيشن شنو معناها. تعريف هسه شفته ذني، تعرفين كلش مهمات. هسه راح نجي نوضح. شوف يعني بالنسبه لي الكولوكيشن معناها بشكل مختصر وبدون ما اطول عليك، كلمه مع كلمه تجي كلمه ويا كلمه اخرى. مثلا هسه انا اقول لك 1000 people، يعني هنا منا يقول if you ask، إذا سألت thousands of people، thousands of people، thousand people، إذا سألت آلاف الناس what they think of when you ask، when you ask or say hammer، عندما تقول لهم مطرقة، من تقول لهم شاكوك، إحنا بالعراق نسميه شاكوك أو مطرقة، اللي راح يخطر ببالهم أغلبهم أو كلهم راح يخطر ببالهم إنه أكو فد بسمار، يعني إذا مطرقة بسمار. إذن هو هذا معناه، متشابهات، متشابهات، وهاي الأكثر من حالة. يعني مثلا احنا نقول يعني مثلا الملح والفلفل، ملح وفلفل هيك اخترع، يعني هذا هو بالانجليزي ملح فلفل هيك، ذن هو مترادفات او يجن سوية. او مثلا اعطيكم مثال اخر، حتى عندنا بالافعال ويا الاسماء، مثلا اني اقدر اقول يعني I make mistake، معناها أنا ارتكبت خطأ، أو I do mistake هم أيضا ارتكبت خطأ، ولكن ما يصير أقول I do mistake، لازم أقول I make mistake. ليش؟ لأنه قاعدة أنه make يجيني ويا المستيك. هذا هو، هذا نسميه الكولوكيشن زين عيني. وهذا لو تعرفين المهم، هذا هو كل ما يخص بالنسبة لي هذا الموضوع، فكرته هذا بس، لا أكثر ولا أقل زين عيني. هنا عندنا هيك يعني احد التحققات او احد البحوث يعني اللي اجريت يعني عن 24 occurrence of the phrase true feeling، عن المشاعر الحقيقيه. يعني هو مو كلش مهم هاي هيك شيء، يعني انت حسب استاذك اللي بالجامعه اذا متحدث على هيك موضوع فانت تكلم عنه واحفظ هاي النقاط والى اخره، اذا استاذك ما متكلم عنه فلا تتكلم عنه. وفي الغالب اغلب الجامعات اللي انا دا اشوف الطلاب دا ادرسهم داخلين يمي دورات، من دا ينطوني ملازم الأستاذ ما متحدث على هيك مواضيع، يعني أغلب الجامعات هيك مواضيع ترك ما يدرسونها، فأني أيضا ما أشرحها لأنه مو مهم، فقط أخذ الأشياء المهمة حتى نسهل للطالب، حتى تصير المادة سهلة، بحيث من يروح للامتحان مبسط المادة عليه وماخذ الأشياء المهمة فقط. وإذا أنت عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتركه بالتعليقات، وإن شاء الله إحنا نجاوبك بفيديوهات أخرى. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.